يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصى الله 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.